جيبوتي قديما كانت تسمى أرض عفار وعيسى، وكان المصريون القدماء أول من وصل إلى هذا الجزء من القارة الأفريقية سنة 3000 قبل الميلاد في عهد الفرعون بيبي الأول، وأصبحت تحمل اسم جيبوتي بعد استقلالها عن فرنسا عام 1977، وانضمت للجامعة العربية بعد الاستقلال بشهرين. وتم افتتاح سفارة مصرية هناك في العام نفسه، لما لجيبوتي من أهمية استراتيجية كبيرة لمصر، حيث تمثل البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب. وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العلاقات بين البلدين قفزة كبيرة، وتجسدت في زيارات وتوقيع اتفاقيات مهمة والمشاركة في قمم ثلاثية كانت جيبوتي أحد أطرافها الرئيسة. ومع هذا الاهتمام المصري الكبير تجاه جيبوتي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ليسجل أكثر من 48 مليون دولار خلال عام 2018. وكذلك أولت القيادة السياسية المصرية اهتماما كبيرا بالبعثات الدراسية الجيبوتية، ووفرت العديد من فرص التدريب للكفاءات الجيبوتية من مختلف المجالات ضمن البرامج التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف لطلاب جيبوتي. وتضع مصر ضمن أولوياتها إقامة منطقة تجارة حرة ومركز لوجستي في جيبوتي لتسهيل حركة التجارة بين البلدين ودول الجوار. أما الهدف الأكبر الذي تسعى مصر لتحقيقه هناك بحسب المراقبين، فهو ضمان أمن واستقرار القرن الأفريقي بصفة عامة وجيبوتي بصفة خاصة، لا سيما مع تنامي الدور المحوري لمصر وسعيها لتوحيد الجهود الأفريقية وتوجيهها نحو خير القارة وأبنائها. شريف رضوان، التلفزيون المصري.